العشوب اللي كنستهلكوا كثير في الطياب العادات والتقاليد هي المساخن. نعم، فكما قلت لهم انا المساخن بدل وليدات الصغار حتى ل 10 سنين 11 عام يمكنش نعطيهم المساخن، يعني اللي قال نهائيا، لان كما قلت باقي الجهاز، يعني الا درت السيده رفيسه الوليدات ولا بنيه عندها صغيره اقل من 10 سنين ما ياكلوش. لا ولكن كان تبارك الله راه ما نحيدوش من بان الحداقه ديال المراه المغربيه، فراك طيب الرفيسه والمساخن كيديرهم بوحدهم في واحد الزلاف. لا ما تعطيهمش للوليدات. اذن هي عارفه، راه عارفه هي بان المساخن حتى الله يغيف مول الدار. وهي كدير الفيزا على جانب والمساخن كتجيبهم في واحد الزلافه مخلطين، يعني كتعرف راسها شنو كدير، يعني عارفه راسها بان دوك المساخن راه صعاب، يعني ما عندي ما نساله. فالوليدات الصغار قل من 10 سنين ما نعطيهمهمش، لان باقي الجهاز المناعاتي ديالهم ما وقفش، يعني المناعه باش يمكن لهم يقاوموا. كذلك النمو ديال الاعضاء بحال الكبده مثلا اللي هضرت عليها البارح، لان راه المساخن راه مواد اللي كتمشي للكبده مباشره والكلاوي، فلهذا نحاولوا نتجنبوا. وإلا بغينا نستعملوا راه نستعملوا كما قلت النص ديال المعلقه الصغيره او الربع ديالها، إلا بغينا نستعملوا إلا بغينا صحه جيده، اما إلا بغينا نخاطروا براسنا فنكثروا منهم. واللي خاطر غنقول لك شنو اخطر حاجه، ولكن انا كنعقل بالذاكره ديالي كنتي وقفتي على المساخن ديك اللائحه مع شحال كان فيها 24 نبته وقفتي عليهم وحده وحده. نعم. قعقله وبسيبيسه و الكوزه نافع القرفه الباديان الصيني الشانوج حتى هو راه ماده سامه وكيديروا في المساخن، الخرقوم عرق الحلبه سكينجبير الفوه إلا البزار الغيني والبزار الأسود كيقول لها الكوزة الصحراوية، الأزير الإبزار العادي، فليو تيميجا كذلك. فهادو شوف هاد المواد هادي شحال كثيرة، ولكن اللي خطير هو أن بعض الناس في المساخن بعض العطارة كيزيدوا واحد المادة اللي سميتها ودن الحلوف. ودن الحلوف. نعم اللي هي لا لا راه التسميه ديالها حرام علينا ناكلوها. ديك الحلوف حرام. وهذيك راه خطيره يعني. شنو هي ودن الحلوف؟ هي ورده سبحان الله العظيم، واحد الجمال فيها هي يعني لا لا ما يمكنش تكون جميله الا هاد السميه. هي هو بحال الدفله، دابا الدفله كيشوفها الانسان كيشوف هذاك الورق اللي فيها وهذه، ولكن هي خطيره كما قلت انا خمسه الاوراق ديال الدفله بامكانهم يديروا سكته قلبيه للانسان. وهذه ودن الحلوف فهي ماده سامه كثير 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 اللي كيمكن لها تعطينا التشمع ديال الكبد، يعني الكبده ديالنا لهالدرجه. نعم والكلاوي وخاصه هادشي باش قلت انا النباتات خصنا ناخذوا الحذر فيها، لان ملي كنديروا جوج نباتات كنوليو في. وعلاش هذه العطاره كيزيدوها؟ كيفاش؟ علاش كيزيدوا هاد ودن الحلوف؟ كيقول لك انها كتطلع من يعني كتطلع من الحراره ديال الجسم، من يعني الحراره ديال الجسم. حيت دابا شنو هو الاعتقادات؟ دابا ان كل ما طلعنا الحراره ديال الجسم كل ما الدوره الدمويه كتكثر، كل ما جميع الامراض كيحيدوا. داك البرد والامراض كلشي كيمشي. كيحيدوا، ولكن هذه مساله غلطه، هذه ما عندها حتى شي علاقه، لان الا نقدروا نعطيو مواد اللي يمكن لها ترفع من درجه الحراره الجسم، يقدر يكون الانسان على حافه انه مثلا عنده مثلا غادي يقدر يكون عنده ضغط دموي، وكيصبح عنده ضغط دموي مباشره ما كياكل مساخن. وكاين بعض الناس، وكذلك مساله اخرى اللي بغيت نشير لها واخا هي مساله منهيه عليها لا اجتماعيا ولا دينيا، فالانسان اللي كيتعاطى الكحول ما خصوش نهائيا يستهلك المساخن، لانها كيمكن لها تؤدي للسكته القلبيه وكيمكن لها تؤدي للوفاه ديالو. يعني هذه المساله هذه خصني نشير لها، لان كما كنقول واحد الرساله على العاتق ديالنا ضروري خصنا نبلغوها، فهاد المساله هذه ردوا ليها البال. مازال كنعقل واحد السيده كانت عيطتنا فاش هضرنا على المساخن وقالت لك يومين وانا غير ناعسه ضايخه بحال ما عرفت شنو بحال محششه هكا كانت قالت لنا. مازال كنعقل عليها مزيان. الا درتي غير الكوزه ودرتي قعقله، يعني اش نقول لك قعقله وبسيبيسه يعني بجوج، فالبسيبيسه شنو هي؟ قلنا هي القشره ديال الكوزه. قعقله كذلك إذا خلطناها مع الكوزه فهي كيولي عندنا كيصبح عندنا يعني اش نقول لك دروك، يعني عنده المفعول ديال بالعاميه كما كنقولوا ديال الحشيش، يعني فخصنا نردوا ليها البال وكما كنقولوا فجوج نباتات إذا ما عارفينهمش لاش كيصلحوا في التكوين ديالهم، فلما كنزيدوا ثلاثه ديال النباتات كيصبح عندنا واحد النبات اللي ما كنعرفوش الاعراض الجانبيه ديالو، فلهذا خصنا دائما نستشروا
ودائما ناخذوا بالنصيحه، وراه النصيحه كما كنقولوا راه النصيحه اللي كتبكي وما كنبغيوش راه هي النصيحه اللي كتفيدنا، اما النصيحه اللي كتمشى معنا عمرها ما كتكون في الصالح ديالنا. اذا ما بين لالا انك ديري شي هوا اللي غادي تفرحي بها بناسك وحبابك، وما بين انه تمشي تقرقبي الجميع في الدار. كاين فرق، كل شيء في القياس وكل شيء في العبار. دابا دابا اللي قال هادشي اللي كيقول لنا الدكتور عماد هذا الصباح. والمشكله دابا انا نعطيك مثال اختي سناء، دابا كاين الانسان اللي غادي يجي وغادي يجي مثلا غير المناسبه مثلا اللي تغدى وشاد طريق بعيده، وتصور دابا غيضرب ديك الرفيسه عامره بهاد اش نقول لك هاد المدوخات وغادي يشد الطريق، ف راه يمكن 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 تعطينا مشكل، فهمتيني؟ اذا هنا خصنا نتوخاو الحذر، نتوخاو الحذر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.